اسمه من قصص القرآن، وهذا الدرس بيحكي قصة نبي من الأنبياء وهو نبي الله يونس ابن متى عليه السلام. وقد بعثه الله لدعوة أهل قرية نينوى لعبادة الله الواحد الأحد. وقرية نينوى قيل أنها إحدى قرى اليمن، وقيل أنها إحدى قرى مدينة العراق. عندنا عناصر الدرس بتاع النهاردة، عندنا خمس عناصر. الدرس بيتكلم عن خمس عناصر. العنصر الأولاني بيقول نينوى هي القرية التي أرسل إليها النبي الله يونس عليه السلام. العنصر الثاني، يونس عليه السلام يغادر القرية دون إذن من الله تعالى، قائد السفينة بقدر أن يخفض من حمولة السفينة. العنصر الرابع، يونس عليه السلام يطلب عفو ربه في بطن الحوت. العنصر الخامس، الله عز وجل يقبل توبة نبيه يونس عليه السلام. يبقى الدرس بتاع النهارده بيدور حوالين خمس عناصر. طيب يلا ناخد اول عنصر عندنا، واول عنصر عندنا بيتكلم عن قرية نينوى. احنا زي ما قلنا ان قرية نينوى هي القرية التي ارسل اليها النبي الله يونس عليه السلام. طيب بيقول الدرس بيبدا بيقول في قريه جميله تسمى نينوى، ارسل الله سبحانه وتعالى نبيه يونس عليه السلام الى اهل هذه القريه، فبدا النبي الكريم يدعو الناس الى عباده الله الواحد الاحد والناس لا يطيعونه. فلما عرته الياس من هدايتهم خرج من القريه وتركهم لمصيرهم. يبقى الدرس بيعرفنا ان اسم القريه التي بعث اليها وارسل اليها نبي الله يونس كانت اسمها نينوى. أي أول حاجة الدرس بيقولها لي. تاني حاجة الدرس بيقول لي خلي بالك إن القرية دهية لما نبي الله يونس ابتدى يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد طبعاً لم يستجيبوا لدعوته. وبرضه بيعرفني خلي بالك إن نبي الله يونس يئس من أهل القرية ومن عبادتهم لله عز وجل، فقرر أن يتركهم لمصيرهم ويغادر أهل القرية. طب بيقول لي مين هي نينوى؟ قال لي هي نينوى إحدى قرى مدينة العراق، وزي ما قلنا هي العراق أو اليمن، يعني قيل فيها فيها رجيم. طيب برضه من المعاني بتاعتي معنى كلمة أدركه لاحقه عكسها فاته. عندنا برضه هدايتهم إرشادهم عكسها إضلالهم. طيب الجزئية دي في الأسئلة بتاعتها تيجي إزاي؟ يعني إحنا مثلا لما أحب مثلا أجيب أسئلة على الجزئية دي هيقول لي مثلا أول سؤال عندي ما اسم القرية التي أرسل إليها نبي الله يونس عليه السلام؟ زي ما قلنا كده وزي ما عرفنا كده مع بعض إن القرية اسمها قرية نينوى. طيب هيجي يقول لي وماذا فعل النبي الكريم؟ يعني هنقول النبي الكريم بدأ يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. ماشي، ادي اول سؤال على الجزئيه اللي حضرتك خدناها مع بعض. طيب تاني سؤال بيقول لي ما موقف الناس من دعوه سيدنا يونس عليه السلام؟ يعني موقف اهل القريه بتاعته. قال والله اكان الناس لا يطيعونه، يعني الناس لم تستجب الى دعوه مين؟ الى دعوه يونس عليه السلام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ماذا فعل النبي الكريم عندما يئس من هدايتهم؟ يعني عندما يئس من هدايه قومه. النبي الكريم قال لي عندما أدركه الياس من هدايتهم خرج من القريه وتركهم لمصيرهم. طيب السؤال اللي بعده بيقول وهل كان على صواب؟ يعني هل ما فعله النبي الكريم كان صوابا؟ بيقول لي لا، لم يكن على صواب. طب بيسالني طب ليه ما كانش على صواب؟ قال لان امر الله لم يكن صدر الى يونس عليه السلام بان يغادر القريه. معروف طبعا ان النبي لا يتحرك الا بوحش، يعني اي حاجه النبي بيعملها لازم يكون له في وحي نزل بها من الله عز وجل بامر او بنهي. طيب النبي الكريم طبعا لما خرج من القريه وترك اهل القريه طبعا لم يكن امر الله قد صدر له ان يغادر في القريه. ننتقل بقى للجزئيه اللي بعدها كده. الجزئيه اللي بعدها بتقول لم يكن امر الله قد صدر الى يونس عليه السلام بان يغادر القريه. اتجه يونس عليه السلام الى شاطئ البحر وركب سفينه، وبعد يومين من الحرب
انتقال السفينة تغير الجو وفجأة تغير الجو فجأة وهبت عاصفة شديدة كانت الموجة يرفع السفينة ويهوي بها حتى أوشكت على الغرب. يعني الدرس بيقول خلي بالك سيدنا يونس لما ترك القرية اتجه على طول إلى أحد الشواطئ واستقل سفينة من السفن. والسفينة دي بعد ما اتحرك بيومين كده تقريبا يعني حدث تغير مفاجئ في الظواهر الجوية والأحوال الجوية وهبت عاصفة شديدة كادت أن تغرق السفينة. طيب طبعا بيقول لي عندنا مثلا معاني المفاتيح اللي جت في الفقرة عندنا معنى كلمة صدر قال لي وقع ونفذ. طب عاصفة معنى كلمة عاصفة قال لي عاصفة معناها ريح شديدة. يغادر قال لي معناها يغرق عكسها يغرق. طيب نشوف الأسئلة بتيجي على الفقرة دي كده ازاي. أول سؤال عندي بيقول لي ماذا فعل سيدنا يونس عليه السلام بعد أن غادر القرية؟ طبعاً عرفنا إن هو اتجه إلى شاطئ البحر وركب سفينة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ماذا حدث بعد أن ركب السفينة؟ إيه اللي حصل بعد ما سيدنا يونس ركب السفينة؟ قال لي بعد يومين من إبحار السفينة تغير الجو وفجأة هبت عاصفة شديدة جعلت الموجة يرفع السفينة ويهوي بها حتى أوشكت على الغرب. يعني بعد ما ركب السفينة كده بيومين هبت عاصفة في البحر شديدة جدا والسفينة طبعا أوشكت على على الغرب. قال قائد السفينة لابد أن نخرج من حمولة السفينة ولابد من التضحية بأحد منا ولهذا سنجري قرعة على أسماء الركاب فمن خرج اسمه بعد 3 مرات فسوف نلقيه في البحر. بالفعل تمت القرعة وأجريت القرعة 3 مرات وفي كل مرة يخرج اسم يونس عليه السلام ومن ثم ألقوه في البحر. يبقى قائد السفينة هنا يا شباب قرر إن هو يضحي عايز يخفض من قوة السفينة فقال والله إحنا لازم حد مننا ينزل نحذفه في البحر. وعشان مفيش حد يزعل إحنا هنعمل قرعة واللي اسمه هيخرج هو ده هيكون الشخص اللي هيتم إلقاؤه في البحر. طيب طبعا إحنا هنا عندنا في الصورة يعني كأن يعني هم عملوا القرعة وكأن اللي كان بيخرج الاسم اللي كان بيخرج في القرعة هو اسم يونس عليه السلام. طيب وبالفعل طبعا هنا طبعا يعني بالصورة طبعا بالصور كأن سيدنا يونس طبعا بيحدث نفسه في البحر. المعاني بتاعتنا بيقول معنى كلمة نخفض هل معناها مقابل عكسها نزيد سنجري سنفعل وسننفذ ومن ثم قال لي يعني من هنا. طيب بيقول لي معنى برضه معنى كلمة أوشكت معناها قاربة قرعة. إيه هي القرعة؟ قال لي اختيار أساسه الحظ وجمع قرعة قرع. طيب جمع كلمة حوت قال لي جمعها حيتان وأحوت. نتنقل بعد كده للشريحة اللي بعد كده بيقول لي لكن الله عز وجل أمر الحوت أصدر أمره لحوت ضخم أن يبتلع النبي الكريم عليه السلام وظل النبي الكريم داخل بطن الحوت حي وفي أثناء وجود النبي داخل بطن الحوت أخذ يستغفر ربه ويطلب عفوه. يعني بيقول إن سيدنا يونس عليه السلام لما دخل في بطن الحوت ظل طبعا ظل حيا وظل يستغفر ربه ويطلب عفوه. ليه مثلا سيدنا يونس هنا بيطلب عفو الله ويستغفر الله؟ قال لأنه ترك قومه ولم يكمل إبلاغ رسالة الله إليهم وأخذ الرب قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب موقف الله عز وجل من دعوة سيدنا يونس فتقبل الله تعالى توبة يونس عليه السلام. طيب عندنا المعاني بتاعتنا بيقول معنى كلمة أثناء خلال معنى كلمة يكمل يتم عكسها ينقص معنى كلمة إبلاغ معناها توصيل. طيب عندنا برضو معنى كلمة يستغفر يطلب عفوه عكسها إيه؟ قال لي عقابه يردد معناها يكرر الظالمين عكسها العادلين. طيب بيقول لي طيب الأسئلة على الجزئية اللي عدت دي بتيجي إزاي؟ أول سؤال عندي بيقول ماذا قال قائد السفينة عندما أوشكت السفينة على الغرق؟ بيقول قال لابد أن نخفض من حمولة السفينة ولابد من التضحية بأحد منا. طيب
الذي رآه قائد السفينة؟ قال برضو ممكن برضو الجواب على السؤال بس الطريقة فيها تقول الحل الذي رآه قائد السفينة أن يقوم بإجراء قرعة على أسماء الركاب، وهو خرج يسوق بعد ثلاث مرات فسوف يتم إلقاؤه فين؟ في البحر. السؤال اللي بعده يقول لماذا فعل قائد السفينة حتى لا تغرق السفينة؟ قال أجريت قرعة ثلاث مرات وفي كل مرة يخرج اسم مين؟ يونس عليه السلام. طيب نخش على الجزئية اللي بعد كده أو على السؤال اللي بعد كده، بيقول لماذا كان يفعل سيدنا يونس ده في البحر الحوت؟ كان يستغفر ربه ويطلب عفوه، طب ولماذا؟ يقول لأنه لم يكمل إبلاغ رسالة الله إليهم وأخذ يرد قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آخر جزئية عندنا في الدرس بتقول: وأمر الله الحوت أن يصعد إلى سطح البحر ويضع يونس عليه على الأرض، فخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت جائعا ومريضا، فأمر الله النباتات أن تنمو لإطعام نبي الله وحمايته من حرارة الشمس. يبقى سيدنا يونس الدرس بيقول إن سيدنا يونس لما قبل الله دعوته أمر الحوت بأن يصعد إلى الشاطئ ويلقي يونس على إيه؟ على شاطئ البحر. طيب طبيعي واحد خارج من بطن الحوت، ومعروف طبعا إن درجة حرارة بطن الحوت درجة كبيرة جدا، فطبعا خرج طبعا جعان ومريض، فكان لازم ربنا طبعا يتولى الموضوع دوت، فامر النباتات ان تنمو عشان خاطر اولا تصدر على سيدنا يونس من حراره الشمس، وعشان برضه يتم اطعامه. طيب بيقول: عاد نبي الله الى قريته ودعا اهلها الى الايمان بالله الواحد، وتعلموا ان الله سبحانه وتعالى لا يحب ان يترك احد عملا دون ان يكمله. طيب الدرس ده برضو افهم منه ايه؟ افهم ان انت مثلا ممكن تقابلك مثلا في حياتك مشكله كبيره او شيء، يعني مشكله او كارثه من الكوارث، ويكون هي محنه بس جواها منحه. يعني اكيد سيدنا يونس بعد ما مر بالتجربه دي اكيد ان هو تعلم منها حاجه، تعلم ان الله عز وجل لا يحب ان يترك احدا عملا دون ايه؟ ان يكمله. والسورة الصفات بتوثق القصة دي، بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الآية هنا بتوثق، أو الآيات دي كده بتوثق القصة اللي إحنا اتكلمنا عنها، وبتقول إن يونس عليه السلام كان من المرسلين، وأنه هرب إلى الفلك المشحون، في الفلك المملوء بالركاب، وإن هو اسمه كان من الناس اللي خرج فيه القرعة، وإن هو ألقي في البحر، وإن الحوت التقمه، وأنه ظل يستغفر ربه في بطن الحوت، وأن الله أمر الحوت أن يصعد إلى شاطئ البحر ويلقيه على الشاطئ، وأن الله أنبث عليه نبات اليقطين أو شجرة اليقطين، وأن الله بعد ذلك أرسله إلى قومه مرة أخرى، وأنهم آمنوا بآمانه. طيب نخش بعد كده على المعاني. عندنا كلمة المطحنين المغلوبين المشهور المملوك بالركاب، يبعثون يفرضون اليوم الحساب أو للحساب عليه، فرقهم أبقى هرب مليم ماضي غير راض، يقطين قال لي نبات لا ساق له، يستغفر يطلب المغفرة والعفو، لبث أو لبث بقي ومكث، متعناهم قطمنا أعمارهم، الفلك السفينة ساهم اشترك في القرعة، التقمه ابتلعه العراء، الفضاء لا يستره شيء، يردد طبعا يكرر ساهم اشترك برضه في القرعة، سقيم قلنا معناها مريض أو ضعيف، يبتلع يعني يجرع دون أن ينضغ، حين معناها وقت من الدهر معلوم، والجمع أحيان نبذناه تركناه. طيب نخش بعد كده كل الأسئلة في الفقرة دي أو على الفقرة دي بتيجي إزاي؟ أول سؤال عندنا بيقول: بما أمر الله تعالى النباتات ولماذا؟ قالوا أمر الله تعالى النباتات أن تنمو، طب ولماذا؟ قال لإطعام نبي الله وحمايته من حرارة الشمس. السؤال اللي بعده بيقول: ماذا فعل نبي الله بعد أن عاد إلى قريته؟ هنقول: عندما عاد إلى قريته دعا أهلها إلى الإيمان بالله عز وجل. طيب بيقول لي
السؤال اللي بعده، ماذا تعلم يونس عليه السلام؟ قال لي تعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يحب ان يترك احدا عمل، ان يترك احد عملا دون ان يقبله. السؤال اللي بعده بيقول كيف كانت حال النبي الله يونس عندما خرج من بطن الحوت؟ كان جائعا مرضا. طيب اخر سؤال عندنا بيقول هل تقبل الله توبه يونس عليه السلام؟ الاجابه طبعا نعم، تقبل الله توبه يونس. طب وبما امر الله تعالى الحوت، امر الله الحوت ان يصعد الى سطح البحر ويضع يونس على الارض. وبكده نكون خلصنا درسنا ان شاء الله النهارده. نتمنى من الله عز وجل ان يكون يعني استوعبتم معايا الدرس، وان ينال اعجابكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.